هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم. دونك الحمد لله مباراة استعدادية ضد رابع مباراة استعدادية ضد فريق قنيطري. كتعرفوا فرق قنيطرية في عالم الفوتسال بالبوا ديالها وكنعرفوا كيفاش لي بري سيزون خصهم يكونوا اللي مهمين جدا باش نتبازاو على اللاعبين اللي كنخدموا معاهم. حاولنا اننا نبازيو على لا فاز ديفونسيف. الحمد لله الوليدات تجاوبوا معنا في المسائل التقنية اللي عطيناهم. كنتمنى من الله ان شاء الله بحول الله نزيدوا نخدموا باش نرجعوا لفريق الرجاء البيضاوي المكانه ديالو الصحيحه. حنا كنخدموا صراحه ليل نهار باش نجاوبوا مع الجمهور ديال الفريق الرجاء البيضاوي، حيت صراحه ما كتشرفناش حنا كرجاويين يكون فريق القسم ديال الفوتسال في قسم وطني الثاني. ان شاء الله غادي نخدموا باش نرجعوا المكانه ديالو الصحيحه. فبطبيعه الحال عندي دي بليسيور، راكم كتعرفوا لا شارج ديال لا بري سيزون، الناس ديجا تبليسا وعندي لاعبين اللي مهمين في الفريق كيشكلوا لي الدعم الاساسيه. كاينين اربعه لاعبين كيشكلوا الدعم الاساسيه ما كانوش في هذه المقابله. كنتمنوا من الله ان شاء الله من هنا شهر واحد غادي ندعموا الفريق بلاعبين اللاعبين ديال المنتخب الوطني الا سهل الله، ديال المنتخب الوطني اقل من 23 سنه. حنا دخلنا ديجا في مفاوضات معهم وكنتمنوا من الله غير الخير من هنا لقدام. صراحه الاهداف ديالي هذه السنه انا نكون فريق قوي اللي غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. نحاولوا نلعبوا على المراكز الاولى، ما غاديش نقولوا ما نقولوش نلعبوا على الصعود، ولكن نلعبوا على المراكز الاولى. نحاولوا نخلقوا واحد الفريق يكون تنافسي اللي يرجع الاسم ديال الرجاء في الفوتسال، وان شاء الله غادي نخدموا على المدى البعيد باش نشكلوا واحد 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 الفريق من ترسانه ديال اللاعبين الشبان اللي يكونوا كيتكونوا مع التكوين والتكوين المستمر مع ديجا لي كوتش اللي عندنا في ستاف تكنيك. ديجا خلقنا واحد لا كاتيجوري ديال U17 والحمد لله كان ديجا عندنا كاتيجوري ديال U21. نحاولوا نخدموا وكنفكروا ان شاء الله باش نكبروا المشروع، نديروا واحد المدرسه كبيره ديال الفوتسال ان شاء الله، ديال اول مدرسه وطنيه ديال الفوتسال، ونخدموا على التكوين والتكوين المستمر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.